قبل ما تفرجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزل. الحمد لله اكتشفت واحد القوة اللي هي قوة خطيرة نقدر نطير. السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعي قناة ميديا ديزات، خوتنا جيناكم في فيديو جديد وخبر جديد كالعادة، معكم خوكم شرف الدين. قبل مشاهدة هذا الفيديو خوتي كالعادة وصلوا 4000-5000 لايك، زكارة في الحاقدين على كل ما هو جزائري، وخليوا لنا أراءكم في التعليقات. نخليكم على الفيديو خوتي. أنا اليوم أريد أن أقر بشيء، عندما كان الجزائريون يقولون أن المغرب يستقوي عليها بإسرائيل، أنا أكثر واحد وقف ضد الجزائري وقلت لا، شوفوا المغرب مطبعة لكن مستحيل يسلبهم المواصيل إلى أنهم يستقووا بالكيان الصهيوني عليكم كجزائري، لا ما فيش داعي تستخدموا هذه الورقة. أنا أكثر واحد يعني وقفت في وجه الجزائري قلت لا ما فيش داعي، أنتوا الحين تستغلوا التطبيع لأن ورقة رابحة بيد النظام الجزائري انه يتكلم عن المغرب كدولة مطبعة يعني شعبيا، وانتم عارفين في بلاد شمال افريقيا هذا مسألة التطبيع جريمة حتى عند المغاربة حتى عند الجزائر، فهو يلعب بهذا الورقة وكان يدعي هذا الادعاء ونحن نقول لا. الان وانتم تعرفوني انسان وقاف عند الحق وقاف عند الصدق، ولا اقول ولعنة الله على من يكذب ولا خير فينا اذا لم نقول الحقيقة. الآن ثبت بالأدلة القطعية أنه فعلا هناك استقواء مغربي بالكيان الصهيوني على الجزائريين، قلها بالمفتوح، نحن وقفنا ضد الجزائريين وهم يرددون هذا الفريعة عندما كنا نعتبرها فريعة، لكن المغاربة والسياسة المغربية نفسها أثبتت أن هناك استقواء مغربي على جارتهم الجزائر. مش من عندي هذا الكلام، منكم أنتم كمغاربة، من سياسة بلدكم أنتم كمغاربة، مع كل احترامي وتقديري للإخوة المغاربة المعارضين للتطبيع والمعارضين لأن يروا أي صهيوني داخل بلادهم، بلادكم أكدت ما كانت تقوله الجزائر بغباء بذكاء بقصد بدون قصد. الآن هذه الفرضية أصبحت حقيقة، كانت فرضية كانت نظرية كانت عبارة عن تصريح جزائري، لكن الآن المغاربة أثبتوها على أرض الواقع. امشوا معي حبة حبة. أول حاجة بالتطبيع، تطبيع هذا الوحدة كان خيانة. ثاني شيء مجيء وزير الخارجية الإسرائيلي لداخل المغرب يهدد الجزائر، لاحظوا الترابط، تطبيع وزير خارجية الكيان الصهيوني يأتي من المغرب يهدد الجزائر. ثلاثة توقيع شراء القبة الحديدية للمغرب من داخل الكيان الصهيوني. أربعة بعد أسبوع سيصل وزير الدفاع الكيان الصهيوني اليهودي إلى داخل المغرب لإبرام اتفاقيات دفاع مشترك واتفاقيات أمنية. هذا الترتيبات مستحيل تكون صدفة، تطبيع وزير خارجية صهيوني يهدد الجزائر من داخل المغرب، قبة حديدية، وزير دفاع، واتفاقيات أمنية، لمن كل هذا القناديل يا أخواننا في المغرب؟ أنت كمغربي ما عندكش مشكلة إلا مع الجزائر، ما عندكش مشكلة. يعني التوقيت المريب لزيارة وزير الدفاع الإسرائيلي الذي ستكون بعد أسبوع وأتمنى ألا تتم، توقيت مريب، يعني ما فيش تفسير غير هذا التفسير. لا تلوموا أي واحد، أنا أسعد الشرعي بشحمي ولحمي كنت أنفيها عنكم يا مغاربة وأقول لا يمكن أن المغرب تستقوي على جارتها الجزائر بالكيان الصهيوني. اليوم أنتم تثبتون هذا الكلام، تثبتونه على أرض الواقع. شمعنا في وقت العلاقات متوترة بينك وبين الجزائر وشبح الحرب يعني يخيم على الدولتين وهناك قتلوا والجزائر يعني تهدد بالرد والناس يعني أيديهم على قلوبهم أنه ممكن تنفجر الحرب في أي لحظة، تقوم أنت تأتي بوزير الدفاع الصهيوني في هذا الظرف في هذا التوقيت في هذه اللحظات في هذا الجو المشحون والحرب على وشك أن تندلع بين البلدين، تأتي بوزير الدفاع الصهيوني وقع مع اتفاقات أمنية، خلاص واضح. الطفل الصغير بيقول لك الهدف هي الجزائر بدون كلام، لا تحاولوا
أي عياشي أذكى عياشي فيكم أتحدى أذكى عياشي يجي ينفي هذا الكلام. وزير الدفاع وقبله وزير الخارجية وقبله قبة حديدية وقبله تطبيع وعلى من واتفاقية أمنية وسلاح وقباب وحال لمن؟ لمن يا أخي؟ من معك أنت؟ من معك أنت علشان تقاتله؟ من؟ ما عندك مشاكل مع الجزائر. فبالتالي نظرية الجزائريين صحيحة 100%، وأنا هنا أسحب اعتراضي عندما كان يقول الجزائريين أن المغرب تستقوي عليهم. والله أنني البعرة تدل على البعير. أنا ما أتجنى عليكم، ما أتجنى. أي مغربي يجي الآن زعلان أنا لا أتجنى عليك، أنا أحكم عليك من سياسة بلدك. إحنا هكذا، شوفوا إحنا نتعامل معكم بالصدق، نتعامل معكم بتلقائية، ما نكابر ولا تأخذنا العزة بالإثم. أول واحد كان يقول للجزائريين ما فيش داعي للمتاجرة بأنه المغرب يعني طبعت وتقولوني تستقوي عليكم، يعني ما يصل المغاربة. أنا أول واحد كنت أحسن الظن، لكن كل السياسات المغربية تدل على أن هذا الكلام صحيح. وبعدين يا إخواني في منتهى الغباء، توقيت غبي 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 بطريقة فاحشة. يعني السياسة المغربية وهي تجلب وزير، عاد فضيحة وزير الخارجية ما قد انتهت، عاد الجزائر المغاربة محرجين، المغربي الحر يخجل أنه يأتي وزير الخارجية الصهيوني يهدد المغرب مهما كان بينكم وبين المغرب. المغاربة الأحرار مستائين، ما قد انتهت فضيحة وزير الخارجية، الآن تريدوا تجيبوا فضيحة ثانية. وزير الدفاع، وزير الدفاع يجي خلاص يا أخوان الكرام، ما عاد فيش أي مجال، ولا يستطيع أي واحد عياشي أو أي واحد تبع النظام المغربي أن يكذب. غباء فاحش. يعني إذا كان عندك خلاف مع الجزائر، أنت اليوم خدمتهم خدمة عمرهم ما كانوا يحلموا بها. الآن الجزائري يستطيع أن يتكلم وهو رافع رأسه ويقول فعلا نحن على خسران مع دولة مطبعة وتستقوي علينا بالكيان الصهيوني. وإذا قالوا هذا الكلام، هناك هذه الحيثيات وهذا الأدلة التي ذكرناها لكم تثبت هذا الكلام. هذه السياسة، هذه القراءة. عندما تقرأ المشهد هو هكذا، لا يستطيع أي واحد منصف قارئ بدون ما يجامل بدون شيء إلا يستنتج عندما يرى هذه الزيارات المتوالية للوزراء الصهاينة إلى المغرب، وزراء الخارجية ثم وزراء الدفاع، إلا أن هذا استقواء واستعداء. إلا إذا كانت الزيارة مفروضة عليكم وغصبا عن محمد السادس، هذا شيء ثاني، وهذا أيضا سقوط آخر. إذا كانوا بيقولوا لكم ألو وزير الدفاع جاي عندكم وأنتم لا تملكون أن تقولوا لا، وإلا أنا أتوقع إذا كان هناك حنكة سياسية وسياسة في أبسط سياسي في المغرب سيقول لا، سيقول للإسرائيلي في هذا التوقيت ما نريد زيارة على طول، أنه أبسط واحد سيقول هذه الزيارة المقصود بها الجزائر. هل سمعت قط ملكا من الملوك يطالب أتباعه وأهل شخصيته فيما بعد بإعادة بناء قد بناه من دثر؟ لو كان كذلك لكان الرومان الآن أولى بالأرض كلها. من وقع صفقة القرن حكمه الشرعي ووصفه الشرعي أنه خائن. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.